السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة، إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا الليلة حلقة خفيفة ظريفة إن شاء الله تعجبكم، هشتغل فيها معكم صينية المسقعة مع الكفتة، وكمان حيكون معنا حمسة ورق العنب، وآخر حاجة حيكون معنا بسكويت خفيف كده الكوكيز. مع بعض نمشي نشوف مكونات مسقعتنا ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لصينية المسقعة مع الكفتة. دائما المسقعة معروف انه بتكون باللحمة المفرومة، بس احنا الليلة هنشتغلها بطريقة شوية مختلفة، هنشتغلها مع الكفتة. الكفتة طبعا عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، هتجيبيها بعد كده هتعجنيها مع شوية بصل، هتجيبي بصل وهتبشريه في اللحمة، وكمان هتخطي ملعقتين من البقسماط، وعندنا ملعقتين من البقسماط وربع كوب من البقدونس. بعد كده هتعجني كل المكونات دي مع بعض، هتعجنيهم بالبهارات المتوفرة معك في البيت، البهارات المعروفة اللي هي الكمون اللي هو الشمار والملح والكزبرة والفلفل، وبعد كده الإضافات الثانية ليكي أنت الحرية ست البيت، حابة تضيفي الكاري، حابة تضيفي البابريكا، حابة تضيفي توم البودرة، بصل البودرة، الحاجات دي كلها منكهات حتنكه لنا كفتتنا. لكن ممكن تخطي اللي هو التوم الطازة، بما أنه خطيتي معانا أو خطيتي معاكي اللي هو البصل، البصل قلنا حيكون معانا هنا مفروم، يعني حتفرمي كل الحاجات دي، هتعجنيها كويس، حابة تديها حاجة بسيطة من الزيت ممكن، يعني هتخطي في اللحمة البصل المفروم وكمان البقدونس وملعقتين من البقسماط، دي حيدينا التماسك. ما كان متوفر معاك البقسماط ممكن على طول تشتغلي بالشوفان أو الدقيق العادي، وممكن إذا طولت في مدة عزنه ما تحتاجي لأي حاجة من مواد التماسك. وفي ناس بتحب تضيف البيض، بس احنا في وصفتنا دي ما حنضيف معانا البيض، يعني احنا اشتغلناه قبل كده برضو، عشان كده احنا الليلة اشتغلناه معانا مسبقا. يعني بما انك عجنتي معاكي الكفتة على طول حيكون معاكي زيت بسيط، ما زيت يكون معاكي غزير، في الطوة هتكوري كل الكفتة كل الكمية المتوفرة معاكي، هتخطيها في الطوة هتقعدي تشوحي فيها لحد ما تاخد معاكي التشويحة، وحيكون معاكي نص استوى. ده هنا كده معنا كفتتنا جاهزة. وعندنا طبعا مكونات المسقعة معروف اللي هو الباذنجان، هيكون معانا الباذنجان شرايح مقلية نصف قلية، يعني هتحمريها نصف تحميرة، ما هتحمريها تحميرة كاملة. وعندنا كمان برضو البطاطس بنفس الطريقة، عندنا بطاطس شرايح، وعندنا كمان طماطم برضو شرايح، وعندنا فلفلية شرايح، حابة تضيفي بصل شرايح بعد كده ليكي انت الحرية ست البيت. هتجيبي معاكي صينية الفرن، وطبعا هيكون معانا الفرن محمي مسبقا زي ما بنقول دائما، هي حاجة بس بسيطة، اختلاف بسيط عن المسقعة العادية. المسقعة العادية طبعا بتشتغليها بلحمة مفرومة، يعني هتشوحي معاكي البصلة وبعد كده هتنزل عليهم اللحمة المفرومة، هتبدي تشوحيهم مع بعض، وبعد كده هتحطي عليها كل البهارات، حابة تضيفي فلفلية مقطعة
حابه تضيفي كمان طماطم مقطع، كل الحاجات دي لك انت الحريه ست البيت. دي اذا كنتي حتشتغليها كمسقعه عاديه جدا اللي هو باللحمه المفرومه. احنا هنا هنرص معانا شرايح الفلفليه بالطريقه دي. طبعا حيكون معانا صوص عباره عن صلصه، او ممكن يكون معاكي طماطم معصور. احنا هنستخدم هنا معانا الصلصه العاديه جدا، هنشوف كيف طريقته. هنا رصينا معانا الفلفليه، هنجيب كمان معانا شرايح، قلنا حابه تضيفي شرايح بصل ممكن. احنا هنا هنضيف معانا الطماطم، مع الفلفليه دي كده، يعني كل الحلقات شرايح شرايح معانا. وعندنا كمان قلنا الباذنجان حمرناه برضو نصف تحميرة، وعندنا البطاطس. البطاطس حابة تخليه مسلوق ممكن، والباذنجان كمان ما حابة تحمره بالزيت، ممكن على طول عن طريق الفرن. هنا هنجيب معانا بطاطسنا وحنبدأ نرصه هنا. يعني قلنا بس هي مسقعة بطريقة شوية مختلفة، يعني ممكن كمان يكون فيها إضافات بسيطة زي البشاميل وزي كمان الموزاريلا إذا كان متوفر معاكي. هنا هنرص معانا في الأطراف، طبعا ده لأنه إحنا هناخده بعدين كل واحدة حتكون براها، عشان كده احنا عملناها بالطريقة دي. دي هنا التشكيلة دي لك انت الحرية في الأطراف ست البيت، حتشكلي زي ما انت عايزة. بعد كده قلنا حنعمل صوص بسيط عبارة عن طماطم أو صلصة الطماطم العادية. هنا هنيجي كمان آخر حاجة لي الأسود أو الباذنجان، قلنا يكون محمر معانا نص تحميرة. ده هنا كده شكله. طبعا هترصي في الصينية لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية، يعني هي عبارة عن طبقات من الخضار المتوفر معاكي. بعد كده هنضيف عليه كفتتنا، هنخليها بالطريقة دي. هتقدميها مع رز أو مع العيش العادي، مع صوصات، صوص الطحينة، صوص التومية، صوص المايونيز. الحاجات التانية دي ليكي أنت الحرية، في صوص الفلفلية كمان، يعني الصوصات اللي أنت حاباها. قلنا كمان ممكن يكون معانا بشاميل. ده هنا كده شكله. دي كده صينيتنا. بعد كده ممكن نديها كمان من الفلفلية، يعني تشكيلة الفلفلية على حسب الفلفلية المتوفرة معاكي. ممكن نديها هنا، قلنا احنا عايزينه كشكل طبقات. هنعمل معانا صوصنا، هنا كده جهزت معانا طريقة الرصة حقتنا. هناخد كمان طماطم تاني عشان نخده هنا في الأطراف بس عشان يدينا اللون للصينية كالتزيين. التزيين التاني ده لك انت الحرية ست البيت. احنا خدتينا في الأطراف شوية بطاطس مع شوية طماطم بس عشان يدينا تشكيلة ظريفة كده لطبقنا. هنا قلنا بعد كده هنعمل صوص خفيف اللي هو الصلصة. هنا هنجيب معانا صلصة
الصلصة عادية جداً، وممكن كمان قلنا بدل الصلصة يكون معاك عصير الطماطم المعصور، اللي هو حتسلق الطماطم بعد كده حتشيل القشر في الخلاطة، حتخطي الطماطم وحتخلطيه ممكن مع حاجة بسيطة من الزيت، وممكن كمان تضيفي معاك الصلصة. احنا هنعمل صلصة عادية جداً هنا مع شوية ثوم، هنعمل هنا ثوم، هنديها حاجة بسيطة من الموية، وقلنا كمان فرننا يكون معانا محمي. هنا جبنا ثوم وصلصة مع شوية موية، ممكن نديه حاجة بسيطة من الزيت. بعد كده هتخطي معاك البهارات المتوفرة معاك، هنضيف معنا بهاراتنا العادية جدا. طبعا الصوص ده بس هيدينا، هيدخل معنا الفرن بس لحد ما يتسبك معنا حاجة بسيطة، هو كله مستوي في مستوي بس لحد ما الصوص يتسبك معانا زي ما قلنا. هناخد حاجة بسيطة من بهاراتنا، هنخد ملح وحنخد بابريكا، وعندنا هنا بهاراتنا، كمان عندنا الكزبرة وممكن الفلفل إذا كان متوفر، صوص خفيف جدا. قلنا بدال الصلصة العادية ممكن يكون معاك طماطم معصور. هنا ممكن نضيف هنا كمان حاجة بسيطة من الأسود بس عشان نعزز معانا الصينية. وبعد كده هنضيف خلاص عليه اللي هو الصوص وندخله مع بعض الفرن. قلنا دي مسقعة، تغيير بسيط بس عن المسقعة العادية. هنضيف له هنا الصلصة، بسم الله. بس وهندخلها معانا الفرن على درجة 200، ما هتاخد معانا زمن بس لحد ما يتسبك معانا. وبكده صينيتنا، صينية المسقعة، بقت معانا جاهزة. هندخلها فرن محمي مسبقا زي ما قلنا على درجة 200، بسم الله. هنا كده شفنا كيف اشتغلنا مع بعض صينية مسقعة مع الكفتة. قلنا الكفتة اشتغلناها بالطريقة المعتادة جدا، جبت الكفتة وخطيتي فيها كل البهارات، لينتيها أو مسكتيها بالبقسماط، بعد كده عجناها، كورتيها تكويرة عادية جدا. حابة برضو تخليها مصبع ممكن، يعني الطريقة دي لك انت الحرية ست البيت. هتحمريه تحمير عادي بس ما في زيت غزير، في زيت بسيط جدا، كل هداوة حينجط معك، يعني انت يديه مساحته وبعد كده هو حينجط براحته. يعني خلاص كل الحاجات شفناها، خدتناها معانا الفرن، خدتناها معانا الفرن. قلنا الفرن حيكون معانا محمي مسبقا على درجة 200، ما حياخد معانا زمن بس مسافة ما تتسبك معانا الصوص اللي احنا خدتناه، اللي هو عبارة عن صلصة خدتنا فيها موية وتوم وكل البهارات المتوفرة معاكي. حابة تضيفي كمان رشة من السكر، دي انتي ليك الحرية، عصرة من الليمونة، الحاجات دي ليكي انتي الحرية ست البيت. حتخطيها في الفرن زي ما قلنا، حابة تغطيه بفايل اذا كان زمنك طويل ممكن، وممكن بيطلع معنا كده لانه مسافة الزمن اللي هو على درجة 200 او 250، يعني على حسب درجة حرارة فرنك.
هتقدميه مع رز مع العيش مع السلطات الصوصات الحاجة المتوفرة معاك في البيت. أنا هنا الليلة هقدمه مع رز، اشتغلت الرز بالطريقة العادية جدا. طبعا الرز زي ما احنا عارفين هننقعه مسبقا علشان الحاجة دي بتسهل لنا عملية سوى الرز. بعد كده جبت بصلة شوحتها في شوية زيت، نزلت عليها بموية ساخنة، خطيت فيها كل البهارات الصحيحة. بعد كده خطينا البابريكا وخطينا بهارات الرز، خطينا ملح وكزبرة وممكن فلفل، حتخطي فلفلية، قرن الشطة، الحاجات دي كلها منكهات هتنزل عليهم بالرز، وحتخليه يستوي على نار هادئة لحد ما يطلع معاك الرز. دي طريقة الرز اللي احنا اشتغلناها لليلة. بس كده لحد ما ينجط معانا كفتتنا، هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف اشتغلنا مع بعض صينية المسقعة مع الكفتة. أسي كمان هنشتغل طبق تاني كده اللي هو حمسة ورق العنب مع بعض. نمشي نشوف مكوناته ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لحمسة ورق العنب. اشتغلنا حمسات كثير قبل كده، حمسة الجبنة، حمسة البطاطس، الليلة حيكون معنا حمسة ورق العنب. قلنا قبل كده يعني شنو حمسة؟ الحمسة دي دائما بتكون المتبقي أو بقايا الطعام. بقايا الطعام بدل ما تكبيه هتجي تشتغلي به حمسة. يعني أول حاجة هتجيبي بصلة مفرومة أو بصل مقطع لمكعبات صغيرة، هتشوحيه في شوية زيت. دي الخطوة الأولى. بعد ما تشوحيه هتنزل عليه فلفلية برضو تكون مقطعة لمكعبات صغيرة، كلهم مع بعض هياخدوا التشويحة. أول ما يصفر معانا ويدبل معانا الخضار هنبدأ ننزل بعد كده اللي هو صلصة وموية، وبعد كده هتخطي عليها البهارات، هتخطي كمان ليمون ودبس الرمان. دي حاجات احنا هنشوفها كيف. بس احنا الليلة هنشتغله بورق عنب. يعني عملتي ورق عنب وكان باقي من ورق العنب، هتقومي على طول هتشتغلي معانا او هتشتغلي حمستنا دي اللي احنا هنشتغلها. هتجيبي ورق العنب العادي جدا، برضو اشتغلناه قبل كده وشفنا كيف طريقته. احنا هنا الليلة هنقطعه حلقات عشان نقدر نشوف كيف هنشتغل حمستنا دي. مسافة ما يتشوح معانا البصل هنا خلينا نشوحه وننزل عليه كمان الفلفلية، ياخدوا التشويحة مع بعض. قلنا هنشوح معانا اللي هو البصل في شوية زيت، وبعد ما يتشوح حاجة بسيطة هننزل عليه الفلفلية. حابة تضيفي كمان الطماطم برضو ممكن، بس احنا هنعمل صوص في صلصة فممكن نستغني عن الطماطم.
أو تستغني عن الصلصة وتضيفي طماطم بس. هنا مسافة ما يتشوحوا معانا. هنشوف إحنا كيف هنقطع معانا ورق العنب. بسم الله، قلنا هنقطعه كده لحلقات. هنا أول ما يتشوح كمان هننزل عليه ثوم. ثوم حاجة بسيطة. هياخدوا كلهم التشويحة مع بعض. ممكن نزود عليهم شوية زيت. يعني هنجيب معانا البصل هنشوحه في شوية زيت مع كمان الفلفلية. طبعا الفلفلية هنا منكه جميل جدا فحيدينا طعم حلو خالص. بعد كده هو ابتدى يتشوح معانا، هننزل عليه قلنا صلصة أو طماطم كمان معصور. يعني بنفس الطريقة ممكن تجيبي معاك الطماطم وتخلطيه في الخلاط مع إضافة حاجة بسيطة من الصلصة ورشة من السكر والملح والفلفل وحاجة بسيطة من الزيت، يعني مقدار ملعقة. هتخلطيهم كلهم مع بعض، ده حيكون معاك عصير الطماطم أو الطماطم المعصور. هنا بصلنا ابتدى يصفر معانا، هننزل عليه بشوية صلصة لأنه إحنا قلنا هنا عايزين يكون معانا صوص. طبعا هننزل عليه موية. كده كمية مناسبة. هنا حنوطي النار. بعد كده هنبدأ ننزل عليه البهارات. هتنزل عليه البهارات المتوفرة معاكي. هنخد حاجة بسيطة من الكزبرة. طبعا ورق العنب أكيد بيكون فيه بهارات، فهنخلي معانا هنا بهارات بطريقة بسيطة. هنخد معانا بابريكا، ممكن تخدي معاك الكاري، الملح، وعندنا هنا كمان في إضافة هنضيفها اللي هو البقدونس والنعناع. بس خلينا نسوي كده حاجة بسيطة هنا. دي صوص أو ده الصوص اللي حيتسبك معانا. احنا هنبدأ نقطع معانا ورق العنب. قلنا هنقطعه الحلقات، ما حابة تقطعيه الحلقات ممكن تشتغلي به كده على طول زي ما هو، بس لأنه إحنا قلنا هي بقايا من ورق العنب عشان كده هنقطعه. ده هنا على حسب ورق العنب المتوفر معاكي. هنشوف كمان أو هنذكر بكيف اشتغلنا ورق العنب قبل كده. هنا قلنا صوصنا اتسبك كده حاجة بسيطة معانا. هننزل عليه اللي هو البقدونس والنعناع. طبعا البقدونس والنعناع بالذات النعناع حيدينا نكهة حلوة لورق العنب، معروف طبعا النعناع في ورق العنب. هنا وحنضيف كمان ليمون مع دبس الرمان إذا كان متوفر. ده هو خليطنا للصوص اللي هنشتغل به الحمسة. وحننزل عليه بعد كده ورق العنب اللي إحنا قطعناه. بسم الله، هنخليه طبعا لحد ما يتسبك. هنا هيتشرب معانا الصوص
وممكن الحاجة الحلوة من نفس الرز اللي عملناه اللي طبقنا الأول ممكن تقدميه برضو ما طبقنا ده. هنخليه طبعا لحد ما يتسبك معنا. هنشيل كل الحاجات من هنا. قلنا احنا قبل كده اشتغلنا مع بعض ورق العنب. ورق العنب طبعا هتجيبي اوراق العنب المعروفة، ممكن اذا ما كان معاكي الجاهز على طول هتجيبيه وحتغليه لحد ما يستوي معاكي. بعد كده بعد ما يستوي معاكي هتخليه طبعا على جنبه، وحتجيبي معاكي رز قصير الحبة، ما حتشتغلي برز الكبسات اللي احنا بنشتغله دائما اللي هو طويل الحبة، لا هتجيبي معاكي الرز قصير الحبة وحتنقعيه مدة ساعتين أو مدة ساعة ونص. بعد كده بعد ما يكون منقوع معاكي الرز هتجيبي بصل مفروم، وحتجيبي كمان بقدونس مفروم، وحتجيبي كمان اللي هو النعناع، كل الحاجات دي هتكون مفرومة. أهم حاجة حبة الطماطم، الطماطم هنخليه على جنبه، هنعمله على شكل العصير اللي أنا قلته قبل شوية، يعني الطماطم هيكون معاكي معصور في الخلاطة، ده هتخليه على جنبه. بعد ما يتصفى معاكي الرز أو بعد ما ينقع معاكي مسافة الساعتين هتجيبيه وهتخطيه على صحن بعد ما تشيلي منه الموية نهائيا. هتخطي عليه كل المكونات اللي أنتي عملتيها اللي هو البصل المفروم، هتخطي كمان التوم إذا كنت حابة، هتخطي البقدونس وهتخطي النعناع. بعد كده هتضيفي كل البهارات المتوفرة معاكي في البيت، هتاخدي الحاجات دي كلها وهتخبطيها مع بعض. هتجيبي ورق العنب اللي انت سلكتيه أو بقى معاكي جاهز بعد ما ينشف خالص من الموية، هتبدي تلفي ورق العنب بطريقة اللف اللي احنا اشتغلناه قبل كده. أول ما تلفي معاكي وتخلصي معاكي كل الكمية هتجيبي معاكي حلة زي ما احنا قلنا. بعد ما تخطي الحلة هتكون معاكي شرايح بصل وشرايح من اللي هو الفلفلية وشرايح كمان من البطاطس، الحاجات دي حماية لورق العنب من تحت، فهتخطي كل الحاجات دي في القاع. بعد كده هتبدي ترصي عليهم ورق العنب اللي انت اشتغلتيه كل الخطوات. آخر حاجة حيكون معاكي يا إما شوربة مرقة جاهزة كانت متوفرة أو موية عادية جدا وتخطي فيها شوية مرق وتخطي فيها كمان شوية بهارات. بعد كده هتنزلي الشوربة دي على ورق العنب، وقلنا كمان في خطوة مهمة جدا في ورق العنب عشان ما يتفتفت معاكي، هتجيبي صحن إذا كانت حلتك مدورة هتجيبي صحن مدور عادي، هتجيبي الصحن وهتكبسي اللي هو ورق العنب. بعد كده هتغطيه طبعا قبل كل الحاجات دي هتضيفي دبس رمان وهتضيفي عصير اللي هو الليمون، هتغطيهم هتديهم ساعته لحد ما يستوي معنا. دي هي طريقة ورق العنب اللي اشتغلناه قبل كده. فإحنا الليلة كان متبقي معنا من ورق العنب اشتغلنا به الحمسة اللي هو جبنا بصل وشوحناه في شوية زيت، أضفنا له كمان اللي هو الفلفلية مقطعة على مكعبات صغيرة، كل المكونات دي أخذت تشويحة مع بعض. آخر حاجة أضفنا اللي هو البهارات وأضفنا الصلصة، وقلنا ممكن تكسري الطعم بشوية رشة سكر إذا كنت حابة ممكن تستغني عنه. هتضيفي دبس الرمان وهتضيفي عصير الليمون، طبعا هيدينا المزازة المعروفة لورق العنب. كمان معانا في خطوة مهمة اللي هي النعناع والبقدونس هيكونوا مفرومين، هتضيفيهم برضو لي وصفتنا دي. بعد ما يكون معاك الصوص جاهز هتبدي تنزل عليه ورق العنب، يا يعني اما تكوني قطعتيه لحلقات زي ما احنا قطعنا او تخليه بالطول، يعني الحاجه دي لك انت الحريه ست البيت. طبعا احنا خليناه لحد ما يتسبك معانا حاجه بسيطه، وكمان قلنا حنقدمه مع الرز زي ما حنقدم اللي هو طبقنا الثاني. في الفتره دي ممكن نمشي نشوف مكونات اخر طبق معانا اللي هو الكوكيز محبوب الجميع، نرجع لكم.
الكوكيز وشفنا كمان جميع خطوات مسقعتنا في الفرن، باقي حاجة بسيطة وتتسبك، وشفنا كمان برضو طريقة اللي هو حمسة ورق العنب. فحنطلع فاصل بسيط وحنرجع لكم عشان نشوف طريقة الكوكيز، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل طبعا شفتوا معانا مكوناتنا لي اللي هو الكوكيز، فحنشتغلوا على طول ان شاء الله. هنا عندنا بيضة، عندنا هنا بيضة واحدة، حننزل عليها اللي هو الزبدة او السمنة، يعني الحاجة المتوفرة معاكي. حنضرب كل المكونات دي مع بعض، هنخفقهم وحننزل عليهم كمان السكر، سكر البودرة هنا بالتدريج كده. هنضرب كل المكونات دي كويس مع بعض، طبعا إذا كان متوفر معاك المضرب اليدوي أفضل، مضرب الكهربائي، فحيضرب معاك الحاجة بسرعة، أو ممكن تضربيها بيدك كده إذا كان متوفر معاك زي ما إحنا متوفر معانا المضرب اليدوي. هنضرب كل المكونات دي لحد ما يكون معانا كريمي بالطريقة دي. بعد كده هننزل رشة من الملح، وكمان حاجة صغيرة أو ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم هنا، وحنضيف كمان معانا الفانيليا. الفانيليا ممكن الفانيليا البودرة أو الفانيليا السائلة. حنرجع نضرب كل المكونات دي تاني. بعد كده حنضيف ملعقة من النشا اللي هو الكستر الأبيض أو الكورن فلور. هنضرب الحاجات دي برضو قلنا كويس كده مع بعض. بعد كده هنبدأ ننزل بالتدريج معانا، هنبدأ ننزل معانا اللي هو الدقيق، هنعجنه لحد ما نشوف معانا عجينة متساوية وملسة وطرية سهلة التشكيل. بسم الله. هنا قلنا حننزله بالتدريج لحد ما نشوف كيف شكل أو قوام عجينتنا. هنا هنا أول حاجة أضفنا البيضة، بعد ما ضربنا البيضة مع السمنة أو الزبدة نزلنا عليهم ضربناهم كويس. بعد كده نزلت عليهم برشة من الملح ورشة من بيكربونات الصوديوم. ما حنخط في الوصفة دي اللي هو باكنج بودر. هنا هنبدأ ننزل تاني معانا الدقيق، أول حاجة بيضة عليهم السمن أو الزبدة، هنخفقهم كلهم كويس مع بعض. حننزل عليهم سكر البودرة، بعد ما ننزل معانا سكر البودرة حننزل اللي هو رشة من الملح ورشة من بيكربونات الصوديوم والفانيليا. هنلخبط كل المكونات دي مع بعض لحد ما نصل لقوام كريمي. هنبدأ ننزل ملعقة واحدة من النشا، بعد كده هننزل الدقيق بالتدريج ابتداء من كوب، هننزله بالتدريج لحد ما نصل للقوام الأملس اللي بيكون ناعم وسهل التشكيل معانا. طبعا انت هتنزل الدقيق بالتدريج ليه؟ لانه زي ما بنقول دائما ما كل انواع الدقيق واحد، فاحنا هنفضل نعجن كده لحد ما نشوف معانا
قلنا العجينة تكون معانا ملسة سهلة التشكيل. دا كده شكل عجينتنا نفس القوام ده. هنخليه طبعا هنعجنه. قلنا ده هنا شكل عجينتنا. هنخليها كده. هنجيب معانا طبعا صينية الفرن. بس خلينا نشوف معانا هنا فرننا. هنا بقى معانا جاهز. المسقعة جهزت معانا. خلينا نطلع. دي هنا مسقعتنا طلعت. هنخلي معانا الفرن محمي على درجة 180 عشان نشتغل معانا الكوكيز. هنجيب معانا صينية الفرن. هنشوف كيف هنشتغل هنا. ممكن هنا تحشي معاكي الكوكيز او ممكن تخليه على طول من غير اي حشوة. انا هنا ممكن احشيه بشوية شوكولاتة قابلة للدهن بس عشان يطلع معانا من جوا محشي. هناخده وهنقفله من كل الجهات بالطريقة دي. هتكوريه تكويرة عادية جدا. هتخطيه هنا وهتطبطبي عليه طبطة بسيطة. وقلنا ممكن تخليه برضو من غير أي حشوة يعني يتكوري وتطبطبي على طول. بس طبعا كل ما حشيتيه كل ما هيطلع معاكي أكيد أجمل. المهم لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية. وبعد كده قلنا هتدخليه على فرن 180 ما بين 160 و180. شايفين هنا ده شكل العجينة اللي أنا عايزة أصله. بتكون معانا عجينة ملسة سهلة التشكيل. وقلنا ما حنخد هنا معانا اللي هو الباكنج بودر. حنكتفي برشة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة خالص من بيكربونات الصوديوم. هنا لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية قلنا هتبدي تعجنيها وتكوريها وتحشيها وممكن بدون حشوة. أنا عشان ضيق الزمن حوريكم كده. هنا قلنا دي هنا شكله معانا. هنخليه كده طبعا لحد ما نخلص معانا كل الكمية. بعد كده قلنا هندخله لفرن محمي مسبقا الدرجة ما بين 160 و180 أو إذا كان فرنك ساخن خالص ممكن نخليه على درجة 160 فقط. خلينا هنا نغرف مع بعض حمستنا. طبعا حمستنا لورق العنب برضو بقت معانا جاهزة. بسم الله. قلنا برضو حنقدمها مع الرز زي ما حنقدم معانا اللي هو المسقعة حقت الكفتة. ده هنا شكل حمستنا بقت معانا جاهزة. هناخد هنا كده حمستنا جاهزة وصينية المسقعة برضو بقت معانا جاهزة. قلنا حنقدمه مع الرز. هنا خلينا نشوف ممكن ندي تزيين بسيط لي اللي هو الكوكيز. حاجة بسيطة بس عشان يدينا شكل جميل. التزيين طبعا ليكي انت الحرية ست البيت. ممكن كمان تزينيه بالشوكليت او المكسرات. فده كده شكله معانا. طبعا ده شكله معانا بعد ما يطلع معانا من الفرن.
هنا هنشوف هنا معانا واحد ممكن نفتحه عشان نشوف شكله من جوا. طبعا هنا محشي زي ما احنا حشيناه بالشوكليت معانا. دي كانت الليلة أطباقي، إن شاء الله يا رب كانت أطباق سهلة وبسيطة ونالت إعجابكم. ممكن كمان نديها تزيين بسيط كده، قلنا بيه شوية المكسرات، يعني الحاجات دي كلها اختيارية ليكي أنتي ست البيت الحرية. أنا كانت دي أطباقي. طبعاً الكوكيز هنا قلنا لسه إحنا حنكمل معنا باقي صينيتنا بس عشان زمننا، حندخل الفرن، قلنا الفرن يكون على درجة 160 أضمن على حسب هو درجة حرارة فرنك. الليلة اشتغلت معاكم مسقعة بالكفتة، قلنا تغيير بسيط عن المسقعة العادية اللي باللحمة المفرومة، وكمان قلنا حنقدمه مع الرز أو ممكن تقدميه مع العيش والسلطات والصوصات اللي انت بتحبيها. الحاجة الثانية اشتغلنا مع بعض برضو حمسة ورق العنب، وآخر حاجة كان معنا كوكيز بسيط كده بيحبوا الكبار وبيحبوا الصغار. دي كانت حلقتي، جربوها إن شاء الله تعجبكم، وأنا انتظروني في حلقة ثانية ألاقيكم خير إن شاء الله.